هم عندهم ارتباك تكتيكي. ليه؟ بدأوا الموسم مع مدرب تغيير مدربين بدأوا الموسم مع ايهاب جلال. ايهاب جلال الراجل عايز بيلعب كره معينه، وبعد كده مره واحده راحوا قلبين على طارق العشري بيلعب كره مختلفه تماما. ودلوقتي ان هو عشان تلاقي التوازن اللي ما بين ده وده بتاخد جزء. بس ملخصه للكابتن ضياء عشان اقفل الحته دي، ان انا يعني انا شايف ان كل مدرب النهارده لازم مهما كان امكانياتي او عندي فكر حاجه عايز انفذها لازم تكون على قد مستوى اللعيبه واللعيبه اللي موجوده قدامي متاحه. فانا انا شايف النهارده ان زي اللعيب بالظبط، مش عيب ان انا النهارده اكون عندي جانب خطا ان انا اطور من نفسي للافضل. وان انا النهارده لما اكون مدرب النهارده لازم العب على قد الامكانيات اللي عندي وراجع اخطائي. يعني بيقول لك اهم حاجه في عنصر التدريب الريفليكشن، اللي هو ان انا تو ريفليكت يعني شغلي، ان انا اعكس شغلي النهارده. ويعني ما اعرفش، انا عارف ان حضرتك متابع جيد لاوضه اللبس. احنا بقالنا الحمد لله احنا البرنامج الوحيد اللي بنتكلم في الكلام ده من اول يوم اشتغلنا فيه، يعني ان احنا بنحاول نغير. ولازم اشكر اللجنه الخماسيه على جدا طبعا. انا متابع اعمالهم على كل حاجه احنا يعني مش هقول احنا بنقولها وبتاع، لا احنا افكارنا واحده. يعني الافكار اللي احنا بنقولها كان في ناس بنقول افكار زمان الناس ما بتطبقش حاجه، النهارده احنا بنطرح افكار. ولسه لغايه امبارح عمرو بنقول ان لازم مفيش مدرب يشتغل في اكتر من ناديين. صح. لازم النهارده المدرب اللي يستقيل ما يشتغلش لغايه اخر الموسم، ولو تمت اقالته ما يشتغلش الا في نادي تاني. النهارده اتحاد الكره بياخد قرار مهم جدا، قرار في رايي عظيم. عظيم عظيم ليه؟ لان اول حاجه كابتن ضياء القرار ده هيوسع عدد دايره عدد المدربين اللي بيشتغلوا في الدوري المصري. طبعا. لان النهارده هيبقى فيه النهارده عدد مدربين سهل. متاح بشكل اكبر. نمره 2، هتخلي الانديه قبل ما تمشي مدرب تفكر 100 مره تختار مدرب لمشروعها، للمشروع بتاعها. فاحنا النهارده اللجنه الخماسيه اللي شغاله كل الناس اللي بتشتغل ليها اخطاء وليها، لكن كل امانه دخلوا في اماكن محدش كان بيدخل فيها على 20 سنه. دخلوا في اماكن مهمه جدا. موضوع مدربين زي حضرتك، يعني مش هبقى صريح يعني، مدربين زي حضرتك مثلا اللي اتظلمت بشكل كبير جدا في الفتره الاخيره. وانا اتكلمت، ما اعرفش اتفرجت على كابتن محمد صلاح معايا امبارح؟ اتفرجت. مدربين اللي هي ممكن مش بانيه نجاحاتها على علاقتها مع الوكلاء زيك بالظبط، مدربين اللي مش باني على 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 نجاحها على حاجات معينه مع حاجات معينه، النهارده هتلاقي فرصه للعمل وهتلاقي فرصه ان هي تبقى فرصه عادله للعمل. فانا انا عايز اعرف رايك في القصه دي. انا برضو زيك بشكر يعني البرنامج، انت طرحت حاجات كتيره جدا هنا في البرنامج، وهم عملوا حاجات كتيره جدا لما تتابعها، منها موضوع المدربين ده طبعا. وحتى كان في ديفو انا سالت عنه، قلت طيب لو المنادي والمدرب اتفقوا ان هم ما يعملوش عقود، فقال لك عرفت انه لازم يكون في عقد ويتوثق في اتحاد الكوره وهتاخد عليه نسبه زي اللعيب، علشان مش هنديله الاي دي اللي هو بينزل بيه الملعب، مش هينزل الملعب. ده قرار اتحاد الكوره النهارده بالظبط. حاجة يقوم النادي بتوثيق عقود الاجهزه والفنيه. كان الاول يعني الناس بتشتغل عمرو غير ما توثق عقود، لا مفيش. فالمدربين حقهم بيتاكل. ونمره 2، مفيش اي اثبات ولا في ضمان حقوق ولا النادي. ولا في، خلي بالك، ولا في دفع ضرائب، خلي بالك انت بتتكلم على عقود ولا في دفع. فالنهارده تحيه كبيره، يعني تحية كبيرة جدا لاعضاء اللجنه الخماسيه على ان هم مش ان هم في افكار بتطرح، بس ان في ناس كتير كانت بتطرح قدامهم افكار بالزبط. لكن دخلوا اعتمد على وكيل، دخلوا عش ما كانش حد بيقرب بس خطوه ايجابيه جدا. انا كنت بدري لازم دي خطوه ايجابيه جدا. انت عارف ليه يا عمرو؟ انت عارف ليه؟ عايز اقول لك اهم حاجه في اللجنه الخماسيه دي، غير ان هم ناس محترمه وغير ان هم ناس متعلمه وغير الناس اللي عايزه تطور، ان هم مش داخلين الانتخابات اللي جايه. لا بيعملوا حاجه عشان بيعمل حاجه للكره المصريه، ما بيلغيش حاجه عشان مش مصلحه شخصيه. مش مصلحه شخصيه، حاجه للكره المصريه. ايه رايك في قصه اللعيبه الاجانب؟ في حاله استخدام لاعب اجنبي لابد ان يكون مقيدا باحد انديه القسم الاول او الثاني في بلده، يعني ما ينفعش تجيب لعيب اماتور، ما ينفعش تجيب لعيب هاوي. طبعا. يسمح بقيد عدد 4 لاعبين اجانب كحد اقصى في كل نادي من انديه القسم الاول اسوا بالموسم الماضي، علما بانه سيتم تقليل عدد اللاعبين الاجانب بدءا من الموسم الجديد 2021-22. يعني بيسمح بقيد من يعني السنه الجايه زي ما هي، ومن السنه اللي بعديها بديك نوت، بديك يعني ايه، ان انا هقلل كويس. مدي مساحه للانديه انها عملت خطوه التطوير دي، مديك مساحه من السنه. بس هي الحته بتاعت اللعيب الفلسطيني والسوري والشمال افريقي اللي هو تسبب اللاعب المصري لازم يبقى اجنبي يا امين. لا، هم ده اللاعب الخامس، قالوا الاربعه وفي لاعب خامس يتعامل معامله اللاعب المصري. بس انا ممكن اقول لك ليه؟ يعني اقول لك انا طبعا. طيب، جزء من اهداف شمال افريقيا، الكلام اللي بقول لك ده انا حضرته في الاتحاد الدولي. حلو. جزء من اهداف شمال افريقيا ان في يوم من الايام ننظم كاس عالم مع بعض.
خلاص مشترك. بقى في اقتناع تام. المغرب دخلت 5 مرات يا كابتن، والخمس مرات بتفشل في التنظيم حال تنظيم كاس العالم. مصر دخلت قبل كده. ال- 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 الحلم ده ممكن يتحقق بطريقه واحده، ان يبقى في اتحاد شمال افريقيا وتبقى لعيبه، والناس لازم تفهم النقطه دي. الكلام ده بيحصل ليه؟ دي مش تعليمات من الاتحاد الدولي، توجيهات بتاع الدولي، زي ما حصل دلوقتي مع كاس العالم اللي هو بتاع اللي هتنظمه كندا وامريكا والمكسيك. الثلاثه فتحوا خط ما بينهم ان هم بقوا بيلعبوا كانهم في ثلاث بلاد بيلعبوا في دوري واحد. يعني الام ال اس في فرق من كندا والمكسيك وبتاع. فالنهارده عشان، والكلام ده مش معلن على فكره، انا بقوله لك بس انا عارف هو بيتعمل ليه. لازم النهارده تعلن الاتحاد الدولي ان في ربط ما بيننا، في ربط ما بين مصر وليبيا وتونس والجزائر، اللاعب لعبتنا بتاع. عشان النهارده لما تتقدم بملف في يوم من الايام ان انت هتعمل كاس عالم في مشترك في شمال افريقيا، انت بتدي دلالات او بتدي، ومش محتاج يرجع، هو خلاص شاف قرار جماعي. إن عشان كده في، انا متوقع ان في المستقبل هيتعمل بطولات لفرق شمال افريقيا بس، وهيتعمل عشان بتتعمل دورات دلوقتي بس على مستوى المنتخبات الصغيره. عشان توصل لما على فكره اتعملت من سنتين ثلاثه وانا بدرب الاسماعيلي، لعبنا بطولة شمال افريقيا كانت في المغرب، رحنا لعبنا الرجاء ولعبنا فرقة من ليبيا الهلال الليبي ولعبنا افريقيا التونسي. فدي خطوات بياخدها، يعني بياخدها عشان كده ان 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 فاتحين موضوع شمال افريقيا ده. لكن برضو لازم يتفتح في الدول دي بالاسوا. هو هو مفتوح ولا لا؟ هل اللعيبه المصريين لا مفتوح، اللعيبه المصريين ما بيعتبروش اجانب، مفتوح. تونس فيه لعيبه راحت من عندنا وده برضه بيدي فرصه بيلعب في الصفاقس. لا مفتوح. بس هو الاقبال علينا اقل من احنا الاقبال عليهم على شمال افريقيا اكتر. انت واخد بالك؟